قصته كانت بتدور حوالين بنت بتعمل افعال شريره نظرا لتعلقها الشديد بابوها. يعني كان بيعالج عقده الكترا اللي بين البنت والاب. الرواية تقريبا في المقدمة كانوا متطابقين تماما، الخط الدرامي كان واحد. الرواية كانت الرواية بتبدأ بأن البطلة نادية دي بتبعت جواب للكاتب بتحكي له فيه قصتها، وكان صوت الراوي عالي جدا طول أحداث الرواية لأنها كانت بتتكلم في الخلفية، الأحداث بتتسرد وكان فيه صوت نادية بتتكلم وبتحكي. ده حصل في الفيلم بالظبط، لأن فاتن حمامة كان صوتها طول الرواية بيتردد في خلفية الفيلم بتحكي الأحداث وبتعبر عن مشاعرها الداخلية.